بتكلم على خليني اقول لك انه انا شايفه انه ده خلاص اتعودنا عليه يا احمد. يعني يمكن الموسم اللي فات اللي الاهلي كان مسيطر فيه بشكل كبير وحاسمين الدوري قبل النهايه بسبع اسابيع، وافريقيا برضو كان في كميه حملات ممنهجه على النادي الاهلي، بس خلاص يعني احنا اتعودنا. يمكن انا شايفه الجانب الايجابي انه لو بنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير الاهلي قد ايه في ظهر موسيماني وقد ايه في ظهر اللعيبه، قد ايه بيدعموهم كويس جدا او بطريقه كبيره ودايما هم في ظهر. فيعني التانيين دول او اي حملات ممنهجه ولا تفرق معانا، خلاص النادي الاهلي كيان كبير وطبيعي ان اي حد كبير بيبقى فيه ناس بتترصد له على الاخطاء او عايزين يحاولوا يرجعوا الكيان ده لورا او ان هو يقع، وده عمره ما بيحصل وخلاص. يعني جربوا مره واثنين وثلاثه والنتيجه فشل. يعني النادي الاهلي اكبر من ده بكتير جدا، وهتلاقي جداً. بس الموضوع كمان مش في موسيماني، لازم هتلاقي كله طلع يقول لك ايه، مجموعه الاهلي سهله جدا 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 في افريقيا، وانه دايما الاهلي مجموعته سهلة. امتى كان الاهلي كانت مجموعته سهله؟ بس ولا في اعتبار يا ساره مهم جدا، واعتقد يمكن لو الاوضاع مختلفه ما كانش ده كله ممكن يحصل، هي غياب الجماهير عن المدرجات. ده بيقول لك افتحوا لنا المدرجات وانتوا تشوفوا هنرد ازاي بشكل كبير جدا، وفي اوقات كتير الحقيقه بحس انه ده يمكن بيستفز مشاعر جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، وبتبقى بجد عايزه ترد. على كل الاحوال عندنا تفاصيل كتيره جدا على ماتش بكره واستعداد الاهلي ان شاء الله لماتش الانتاج الحربي هنتكلم فيها.